الهيئة. بس هفهمها لك تاني الاول. لو انا جيت قلت لك مثلا 2 بلس 2 بلس 2 ايكوال 4 بلس 4 بلس 4 هنا 7 بلس 7 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 عشان هنحل المسائل دي يا جود. تمام؟ 6 بلس 6 بلس 6 8 بلس 8 هنا 9 بلس 9 بلس 9 اهو. بصي بقى يا ستي، لو انا جيت دلوقتي 2 بلس 2 بلس 2 انا عندي كام 2 دلوقتي؟ 1 2 3 تمام؟ فانا هكتب 2 واحده منهم وهم عامل تايمز ايه؟ 3 عشان هم 3. 2 تايم 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. لو انا جيت جمعت دول بصي 2 بلس 2 4 4 بلس 2 هيدينا 6 يبقى برضه 2 تايم 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. سهله ولا صعبه؟ ايزي يا جودي، سهله ولا صعبه؟ قلت ايزي والله سهله. طيب ماشي حبيبي، هو المايك بس بتاعك بعيد شويه، لو تقربي شويه يبقى احسن. هنا 4 بلس 4 بلس 4، انت بتشتغلي من على اللابتوب ولا من على الموبايل؟ لابتوب. لابتوب. انت عايشه في الكويت مع نغم برضو ولا لا؟ اه عايشه مع نغم. طيب ماشي، اكيد عشان انتوا اخوات اكيد عايشين مع بعض يعني. طيب ماشي، بصي بقى 4 بلس 4 بلس 4 يبقى انا هكتب 4 واحده وهو عامل تايمز كام؟ هم كام؟ 1 2 3 انا عامل تايم 3. طبعا لاحظ حاجه ان 4 بلس 4 8، يعني 4 in my mind و 4 in my hands. After 4 5 6 7 8. طب 8 اللي هتطلع هعملها بلس 4 after 8 9 10 11 12. يبقى 4 تايم 3 دي بكام؟ ب 12. يبقى لو قال لي 4 بلس 4 بلس 4 الانسر 12. او لو قلنا 4 تايم 3 الانسر كام؟ 12. تعرفي انت تحلي الباقيين دول ولا لا؟ نعم. والحضرتك هما الاثنين زي بعض. هما الاثنين زي بعض، الله ينور عليك. طب ممكن بقى تحلي لي دول يا جودي بان انت تكتبي لي برضه هنا، يعني هتكتبي لي ايكوال كام تايمز كام؟ اعملي كده اهو، وبعدين تقولي لي ايكوال كام كده اهو. كلهم ماشي. بقى هحل الدول. انت هتحل دول دلوقتي وانا هرجع احلهم تاني معاكي، بس هسيبك انت تعمليهم وهرجع انا احلهم تاني معاكي. ماشي، بس هو مش هيشغل لي القلم لان حضرتك فاتح الكاميرا. لا لا، انت ممكن تجيبي ورقه وقلم. هاتي ورقه وقلم، هاتي كراسه من عندك او دفتر. ورقه وقلم ماشي عادي، وحليهم فيها حلهم وابقى اصور لهم. لا لا، بصي هقول لك على حاجه، حليهم وانا هرجع احلهم تاني وانت تشوفي معايا انت صح ولا غلط. ماشي، يعني احله شفوي شفوي. لا لا، احليهم عندك في الكراسه، لازم احلهم بايدي عشان اتدرب على الحل بايدي. ما هاتش كراسه او ورقه او اي حاجه من نغم حتى. مش معايا والله. معكش اي كراسه ولا قلم ولا ورقه ولا اي حاجه؟ معايا. طيب طيب ماشي خلاص، انا سامعك بس بهزر معاك عشان انت شطوره. يعني معقوله انت مش معاكي كراسه وقلم؟ والله العظيم معايا. ماشي يا سكر، انا بهزر معاك سامعك والله، بس انا بهزر معاك عشان انت دم خفيف يعني. نغم برضو على السوله زيك كده والله.
شغالة فيهم يا جودي؟ يس دلوقتي انا في 8. طيب ماشي حلو. finish تمام هصوره حالا. اوكي حاضر يا صديقي. بص بقى نحل اول واحده. قولي لي بقى اول واحده كده طلع فيها ايه، دي عملت فيها ايه؟ ثانية واحدة ايه؟ انا هرقمهم لك بس ثانية واحدة هرقمهم لك عشان ايه لما نيجي نقول اقول لك بس نمبر 1 نمبر 2 كده. دي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 ماشي. أول واحدة عملت إيه بقى؟ أنا 7 plus 7 equal وهنا multiply equal. هنا يعني خليه multiply، هنا 7 هتكون multiply 2 equal 14. برافو عليك. 7 multiply 2 equal 14. 5 plus 5 plus 5 plus 5 هنحط 5 وهنعمل multiply 4 equal 20. برافو يا شباب ماشي. ماشي بعديها 6 plus 6 plus 6 equal هنا هتبقى 6 multiply 2 equal 12. لا هم 3 بقى هم 1 2 3. لا ثانية واحدة، لا سوري هي 3 ثانية واحدة. 6 times 3 6 times 3 equal 18. equal 18 صح برافو عليك. 8 plus 8 equal هنا 8 multiply 2 equal 16. برافو عليك. 9 plus 9 plus 9 equal 9 multiply 3 equal 27. برافو جدا. اعملي لنفسك كده اهو جنب المسائل 10 out of 10 وستار كده واكسلر. شكرا. تعرف تكتبي كده؟ اكتبيهم جنبها والله بجد. طيب والله يبارك. هناخدهم بقى بس بالعكس. بس بالعكس ازاي؟ بصي بقى اهو ماشي اصور لك بس دي كده. ثانية واحدة يا جودي. هو انت ليكي اخت توأم يا جودي؟ نادين عندي واحدة اسمها نادين. توأم معاكي؟ إيه لا هي في تانية ابتدائي. اصل كانت نغم قالت لي انك ليكي اخت تانية زي توأم كده. اتفضل. طيب ماشي. بصي يا ستي بقى. هناخد ده بس بالعكس. بالعكس ازاي؟
اديك انا تايمز وانت تعملها لي بلس، يعني ازاي؟ اهو ماشي. انا عندي انا نمبر 1 احلها الاول، او نمبر 1 عشان لو احنا عرفنا بقى، عشان لما يجي لنا تايمز نقلب احنا بلس. يعني بيجي يقول لي مثلا ايه 3 تايمز 2، اهي 3 تايمز 2 دي اصلا كانت عباره عن كام؟ 3 تايمز 2 ايكوال 6. ايوه 3 بلس 3 ايكوال 6 كده. طب لو جه قال لي مثلا، لو جه قال لي نمبر 2 7 تايمز 3، يبقى دي كانت عباره عن ايه؟ ها هقول لك انا بقى كده ايه بلس ايه بلس ايه؟ ها كده ال 7 كانت مكرره كام؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات 7 بلس 7 بلس 7. لو انا عملت بقى 7 بلس 7 هيبقوا كام؟ ها 7 on my mind و 7 on my hands هدينا 7 بلس 7. ثانية واحدة، هي كام 7؟ 7 بلس 7 equal 21. ايوه برافو عليك، ايكوال 21 كده. طيب خدي بالك بقى من حاجه عايز اقولها، احنا هنا عملنا 3 تايمز 2 عملناها 3 بلس 3، يعني 3 عملناها مرتين 2 تايمز. طب انا كنت ممكن اعمل حركه ثانيه، كنت ممكن اعمل حركه ثانيه اعمل ال 2 هي اللي بلس نفسها ثلاث مرات تاني. يبقى انا يا اعمل ال 3 بلس نفسها مرتين يا اعمل ال 2 بلس نفسها ثلاث مرات. يعني ازاي؟ يعني كنت ممكن اعمل كده 2 بلس 2 بلس 2 وهتدي برضو ايه 6 برضه. يبقى اللي هيعمل ال 3 تايمز 2 هيعمل ال 3 بلس نفسها مرتين، هي اللي هيعمل ال 2 بلس نفسها ثلاث مرات. هنا برضه اللي هيعمل ال 7 بلس نفسها ثلاث مرات هو اللي هيعمل ال 3 بلس نفسها سبع مرات. يعني ممكن واحد يعمل كده ال 3 بلس نفسها سبع مرات 1 2 3 4 5 6 7 وفي الاخر برضه الانسر هتطلع 21. يبقى انا دلوقتي اللي يعجبني، بس احنا بنفضل نعمل ايه؟ ناخد النمبر الكبير احسن ونكرره. يعني بنفضل ان احنا ناخد ايه؟ ال 7 نعملها بلس نفسها ثلاث مرات اسهل من لما اعمل ال 3 بلس نفسها سبع مرات، هتبقى كتيرة قوي. انت معايا يا نغم؟ معايا يا جودي؟ طيب بس فانا هكتبها لك بقى، هكتب لك مسائل وانت هتعملها بالطريقتين. يعني تعملها لي ان هي ال 7 بلس نفسها ثلاث مرات، يعني هعمل مثلا واحده كمان اهو، يعني هديك انا حاجه زي كده 5 تايمز 2. انا من حقي ان انا اعمل 5 بلس نفسها مرتين اهو وهتدي 10 برضه، يا اما اعمل ايه؟ يا اما اعمل ال 2 بلس نفسها خمس مرات اهو، ال 2 اعملها خمس مرات او ال 5 اعملها مرتين اهو، والاثنين برضه هيدوا 10 في الاخر انسب تبقى 10. فانا هكتب لك مسائل بقى على كده وانت ايه؟ هتعملها لي. مستر نعم يا حبيبتي. وحضرتك انا فهمت منك ان مثلا هنا 5 تايمز 2 ايكوال، ماشي انت حضرتك عملتها هنا و 2 دي مرتين، فانت عملتها 5 بلس 5 ايكوال، فحضرتك ليه بقى عملت 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 ايكوال؟ انا ممكن اعملها بطريقتين، ممكن اعمل ال 5 بلس نفسها مرتين، وممكن اعمل ال 2 بلس نفسها خمس مرات تاني. يعني لما يجي لي 5 تايمز 2 انا ممكن اعملها كده، وممكن اعمل ال 2 خمس مرات، يعني يعمل ال 5 مرتين يعمل ال 2 خمس مرات. انت معايا ولا مش معايا يا جودي؟ فهماني؟ معاك معاك فهمتك. طيب وهما الاثنين هيطلعوا تاني، يعني اللي يعملها كده هيطلع تاني، واللي هيعملها 2 خمس مرات برضه هتطلع تاني. انا عايز اعرفك ان الطريقتين صح، الطريقتين صح. فانا هعمل لك مسائل اعمليهم انت بواحده وخلاص، خدي الرقم الكبير واعمليه بلس نفسه مرتين، بلاش الرقم الصغير خمس مرات، يعني بلاش كده، اعملها لي كده وخلاص. اه اعملها لي ماشي. يعني حضرتك بس اعمل مثلا، انت حضرتك قلتها العكس، يعني 5 ملتبلاي خدي الرقم الكبير، اشتغل على الرقم 5 بس. اوكي بص يا جيم، اشتغل على الرقم الكبير. يعني ايه؟ يعني افرضي واحد بيقول لي مثلا ايه؟ واحد بيقول لي 3 تايمز 4، اقوم انا شايف مين فين الكبير؟ ال 4 هي الكبيره، اخد ال 4 واكررها ثلاث مرات. يعني ناخد الرقم الكبير ونكرره، تمام؟
هو ممكن اخد ال 3 واكررها 4 مرات، يعني اقول 3 بلس 3، يعني ممكن اعملها كده وهتبقى صح برضه. دي هتطلع 12 ودي هتطلع 12، بس احنا الاسهل ان احنا ناخد الرقم الكبير عند دور مين الكبير، الفور، نعمله بلس نفسه 3 مرات. انت معايا ولاش معايا؟ معاكي. يعني واحد قال لي مثلا، واحد قال لي كده، قال لي 2 تايمز 6، بصي 2 تايمز 6 واحد قال لي 2 تايمز 6، ممكن واحد ياخد ال 6 يعملها مرتين، يعني ياخد ال 6 اللي هي الكبيره اهي يكررها مرتين 6 بلس 6، وممكن واحد تاني يقول ايه هتطلع له 12، واحد تاني يقول لا انا هاخد ال 2 اعملها 6 مرات، يعني اعمل 2 بلس 2 بلس 2 كم مره؟ 1 2 3 4 5 6، وهتطلع برضه الانسر 12. بس الاسهل ايه؟ اللي فوق، ان انا اخد ال 6 اكررها مرتين اسهل، و12 اسهل من ان اخد ال 2 اكررها 6 مرات. بس اللي يعملها كده صح واللي يعملها كده صح. انت فاهمه يا جودي ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا مستر. تمام. فانت خديها احسن حاجه، يعني لما اجيب لك مثلا، لما اجي مثلا اقول لك ايه اهو 3 تايمز 5، اسهل حاجه اخد انا ضرب من الكبير، اه الكبير هو ال 5، اخد ال 5 اكررها 3 مرات احسن، اسهل يعني. او 5 بلس 5 بلس 5، يعني طالما خدت ال 5 يبقى عددها كام؟ 3 مرات. لو خدت ال 3 يبقى عددها 5 مرات، فانا دي هتبقى اسهل، 5 بلس 5 10 بلس 5 15. واحد تاني يقول لا انا هشتغل على ال 3، بس هتشتغل على ال 3 هتكررها 5 مرات. انا اقول 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 كتير قوي، هتطلع برضه 15، لان 3 بلس 3 6 بلس 3 9 بلس 3 12، 12 بلس 3 هتطلع 15 برضه. بس الحل ده اسهل، الحل ده اسهل، صح ولا لا؟ كبير أسهل. اه الكبير هو الاسهل اللي هو ده. خلاص لا الكبير الفايف اسهل طبعا، يبقى لما الاقي الكبير اسهل طبعا، ماشي. اه فانا هعملها بقى كده، هصورها لك بس دقيقه. انا بصورها وببعتها لك على طول، ماشي. طيب هعمل لك بقى مسائل اللي انت تعملها لي وبراحتك، عايز تعملها بالكبير ماشي، عايز تعملها بالصغير ماشي. هعملها بالكبير زي ما حضرتك بتقول. اه اعمليها بس بالكبير ونكرره احسن. ليه بقى الحركه دي هتنفعنا في ايه؟ لو انا ناسي حاجه في التايم تيبل ممكن اعملها كده، يعني مثلا جيت بذاكر ناسي 3 تايمز 4، ناسي انها بكام، او ماخد الفور عاملها بلس نفسها 3 مرات في مخي او على او في الدرافت هنا على جنب براحتي. اه هناخد بقى دول نحلهم. بنقي لك حاجات سهلة أوي. المسائل دول برضو اعملهم عندك في الكراسه، ماشي. بحلهم بات نمبر 8. اه طيب 8. لا انت حليتي كل دول؟ لا بص، هو انا في 8 دلوقتي. 8 تايمز 2 يعني بتنقليها ولا لسه ولا حليتيها؟ بتنقليها؟ انا بحلها بحلها والله. طيب اوكي ماشي. تعالى يا مروان.
مية اللي انا فيها. طب فين التمارين؟ طب العملة في الكويت الدينار صح؟ عندكم دينار؟ عشان احنا بصي يعني هقول للماما لو حفظت التايم تيبل تدي لها 100 دينار ولا يبقى كتير؟ يا بابا يعني هنعمل عليها مصلحة كده. ان شاء الله. هقول لها لو حفظت التايم تيبل 100 دينار يبقى كتير صح؟ اقول لها 50 دينار؟ 50 دينار؟ انا عايز اقول لها حاجه كده، اقول لها لو جودي حافظه التايم تيبل تدي لها 50 دينار، بس ما تقولهاش بقى. 50 دينار هيبقى كتير ولا نخليهم 20؟ انت لا 50. 50 حلو، خلاص اقول لها لو حافظه التايم تيبل لا تدي، اخليها تدي لك 50 دينار تحطيهم في الحصيله بتاعتك، عشان التايم تيبل ده ينفعك طول عمرك. خدي بالك والله العظيم حافظه لحد 11. حافظه لحد 11؟ طب والله. طب هقول لك على حاجه، طب هدي دلوقتي مسائل عليه بس ما نخلص دول. انا ليه علمتهولك بالبلس كده؟ عشان لو وقف معاكي حاجه في الامتحان، لو وقف معاكي حاجه في الامتحان تعرفي تجيبها بالبلس، بس بصراحه احنا لو حفظناه احسن عشان هو ينفعنا في الديفيجن وينفعنا بعد كده في السنين اللي جايه. يعني اسالي نغم، نغم عشان هي حافظاه بتحل معاك كويس جدا. شوفي نغم في ثانيه اعدادي، بس عشان هي حافظاه. ايوه نغم في ثانيه اعدادي. بص يا بنتر، انا حافظه مالتبلاي لحد 11. وحافظه كمان الديفايدد. طب حلو، برافو عليكي، برافو عليكي. ماشي ماشي، انا برضو هبعتهولك، انا برضو هبعتهولك تاني. هو عندي في ال، انا كنت عامله بطريقه حلوه كده للطلبه صغيره، يعني طريقه صغيره، هبعتهولك على الواتساب. ماشي ماشي. في سؤال مستر، سؤال اتفضلي يا حبيبتي. هو بص اللي هو 5 and number 9 5 multiply 6 دي بقى انا قاعده فيها بقالي يعني مش عارفه ليه اعمل. هقول لك على حاجه. ايوه ثواني. انا جبت 6 وحطيتها 5 مرات. طيب هقول لك على حاجه، قاعده فيها مش عارفه. هو ال6 رخمه في جامعه، يعني رخمه في ان انا اعمل 6 بلس 6 و6. ممكن انا اعمل الفايف 6 مرات عادي، ما انا عندي الاثنين اوبشنز، يعني عندي تو اوبشنز براحتي. ممكن بدل ما اعمل 6 تايمز 5 لقيتها رخمه، يعني بدل ما اعمل 6 بلس نفسها 5 مرات ممكن اعمل الفايف بلس نفسها 6 مرات عادي. الفايف هتبقى اسهل لان فايف تيبل الفايف سهل. 5 بلس 5 10، 10 بلس 5 15، هي ماشيه ايه 5 10 15 20، فهتبقى اسهل. يعني انا لو لقيت حاجه صعبه اقوم ابدلها. يعني لو لقيت قاعد احسبها 5 multiply 6 قمت عامله 6 5 مرات مش عارفه احلها. ايش خلاص اعمليها 5 بلس نفسها 6 تايمز، يعني 6 مرات. ماشي
هي هتبقى اسهل برضو، يعني انا لما اجي اعمل بلس لل5 بتبقى سهله، اسهل من البلس لل6، هتبقى برضو نفس الاجابه وصح. فهماني؟ بصي يا جودي، انا هبعت لك التايم تيبل بقى، انا عامله بطريقه صغيره كده وسهله، هبعته لك على ايه يعني، على موبايل ماما دون وده، عشان ايه، ماشي، ابعته في اي موبايل. هبعته لك على الموبايلين الاثنين اهو، ماشي، بحيث ان انت يبقى سهل تحفظيه. وصلك بقى صح؟ لما تخلصيهم يا جودي قولي لي. 15 plus 5 equals 20. ما هو تيبل 5 سهل، يعني بصي ماشيه ايه، 5 10، يعني واحده بادئه ب 5 واحده بادئه ب 0. بصي ماشي كده، ماشي 5 بعدين 10 اللي بعديها 15 بعدين 20 25. بصي تلاقي، بصي نفس ال 1، ال 1 بيتكرر مرتين، ال 2 بتتكرر مرتين، بعدين بصي 0 5 0 5. يعني في ناس حتى بيعملوا ازاي، يكتب ال 5 اول واحده، بعد كده اعمل 1 1 2 2 3 3 كده، هو ماشي كده اصلا. هنا بقى بيبقى مثلا 0 5 0 5 0 5، اسهل تيبل في الدنيا. فتلاقيه ماشي ايه، يعني تعملي 5 بلس 5 تديكي 10، 10 بلس 5 تديكي 15، 15 بلس 5 تديكي 20 كده، وانت ماشيه بقى. فتيبل جميل جدا، تيبل 5 من التيبلز السهل. عشان كده انا بقول لك، لو لقينا 6 بلس 6 بلس 6 صعبه، نشتغل احسن ايه، نشتغلها احسن بال 5، اعملها 6 6 مرات وهتبقى اسهل. فاهماني؟ هو اصلا زي ما حضرتك قلت، مثلا 5 multiply 4 equal 20. صح. ايوه، 5 plus 5 multiply 5 5 multiply 5 5 multiply 5 equal 25. برافو عليك. يبقى 5 multiply 6 هي اللي بعدها. 5 multiply 6 هي اللي بعدها، يعني هتبقى بعد 25 ايه؟ ها؟ زود عليها 5، after 25 26 27 28 29 30. 30 على طول. معايا؟ طيب، وخلصت اخر واحده اللي هي 3 times 4؟ ايوه. حلو. لا 3 تايمز 4 لسه، لان اللي هي 6 تايمز 5 تايمز 6 كنت بحلها. ماشي. انا لسه بحلها والله. الكتاب اللي ماما بعته لي ده، انتوا ده كتاب عندكم في الكويت ولا كتاب مصري يا جودي؟ مصري. كتاب مصري، ده المعاصر. ماشي ماشي، هو دي النسخه القديمه. ماما بعتت لك النسخه القديمه، لان كان معايا واحده مدرسه واحده ثانيه بتشتغل في النسخه. لا لا، دي حلوه النسخه، دي حلوه نسخه جديده. ما انا اول ما شفتها قلت ده المعاصر، انا بحسب هم عاملين عندكم الكتاب زي المعاصر عندنا يعني. والله طيب، يعني بحسب عندكم عاملين ملخص خارجي زي المعاصر عندنا في الكويت يعني، لكن هو مكتوب تحت المعاصر. المعاصر كتاب جميل اصلا وشامل كل الافكار. خلصت يا مفتاح؟ تمام. طب نحلهم مع بعض بقى كده. بس اول حاجه 3 تايمز 5، قلنا ننقي احنا الكبير افضل اهو، يبقى عامل 5 بلس 5 بلس 5 طلعت 15. عاملاها كده؟
ايوه بالظبط. واللي بعديها 4 تايمز 5 صح جنبها. اللي تعمليها اعملي له صح جنبها. طيب ماشي قولي لي بعد كده دي عملتها كام؟ ويا ريت لو معاكي قلم، يا ريت لو معاكي، يا ريت لو معاكي ريد بن مش مشكله، من المره الجايه بقى معاكي ريد بن. طيب والله العظيم معايا رصاص او جايز في اي حاجه. بعد كده تخلي معاكي ريد بن عشان تبقي عامله صح، وهنعمل 10 اوفر 10 اكسلنت. وممكن نقول للماما برضو هناخد على كل 10 اوفر 10 ناخد 5 دينارز. ماشي 5 دينارز. نفضل كده التايم تيبل ناخد عليه فلوس، والكويزز ناخد عليها فلوس لحد ما نخلص كل الفلوس اللي معاها. ماشي ماشي. طيب هي بقى ممكن تبقى تستلف، ممكن ماما تبقى تستلف منك بعد كده بقى لما تخلص كل الفلوس اللي معاها، هي تبقى تستلف منك بعد كده. طيب ليه؟ دي بقى طب دي عملت فيها ايه؟ هنا 4 تايمز 5 ايكوال، هنا خليت ال 5، خليت ال 5 اربع مرات 1 2 3 4 يعني عملت كده equal 20. برافو. 5 plus 5 plus 5 plus 5 equal 20. اعملي جنبها true كده. True. اوكي. هنا 6 times 3 equal، خليت 6 ثلاث مرات 1 6 plus 6 plus 6 equal 18. برافو. اعملي true جنبها. True. اوكي هنا 7 تايمز 4 ايكوال، خليت 7، خليت 7 اربع مرات 7 بلس 7 بلس 7 بلس 7 ايكوال 28 ترو. 28 برافو عليك. اعملي ترو جنبها. كل ترو من دي، كل ترو من دي بدينار، خدي بالك. طيب ماشي لازم نخلص الفلوس اللي معاها. ماشي يا بابا. 4 تايمز 6 خليت 6 اربع مرات 6 بلس 6 بلس 6 ثانية واحدة بلس 6 بس ايكوال 24 صح؟ برافو يا سكر. طب اللي بعديها ماشي 7 ملتبلاي 3 ايكوال، خليت 7 ثلاث مرات 7 بلس 7 بلس 7 ايكوال 21. برافو جدا ماشي ترو برضه. 8 multiply 2 equal، خليت ال 8 مرتين 8 plus 8 equal 16. برافو حبيبي ماشي ترو كمان. كل واحدة من دي دينار، خدي بالك اوعي تكسلي تعملي ترو. يلا اللي بعديها 2 times 9 2 times 9 خليت ال 9 مرتين 9 plus 9 equal 18. برافو برافو جدا ماشي. هنا 5 multiply 6 equal 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 تمام. plus 5 equal 30 تمام. برافو. انا كنت ممكن اعملها 6 plus 6 خمس مرات، بس 6 رخمه يا جماعه، فنخليها 5 احسن. 5 plus 5 plus 5 plus 5 جميله. Then 5 times 6 equal 30. برافو جدا. ترو برضه. اللي بعديها. ترو. اللي بعديها. هنا 3 times 4. ديناراتك بقى، ها ديناراتك. ماشي. طيب. 3 times 4 equal، خليت 4 ثلاث مرات 4 plus 4 plus 4 equal 12. تمام. انا بص بقى عشان عشان ماما ما تقولش ان انت ايه بتنصبي عليها وانت اللي مديها لنفسك تنو، انا هعمل لك برضه هنا 10 اوفر 10 وهصورها واكسلنت دكتور جولي. وانت بقى ايه اكسلنت. قولي لها حتى لما تقول لك انت بتضحكي عليها عشان تاخدي مني دينارات، قولي لها لا لا المستر حتى هو يعني صح اهو كاتب 10 اوت اوف 10 اكسلنت دكتور جولي. ايه دكتور جودي وانت ايه اللي عرفتك ان انا دكتوره؟ انت دكتوره شكلك كده دكتوره، بس انا هطلعك مهندسه عشان انت شاطره في المال ان شاء الله. طيب ثانيه واحده اصورها ابعتها لك. يلا يا ستي وريها لها بقى كده ايه
وتاخدي منها بقى. هو اسمي جودي مش كده، جودي مش كده، جي او دي واي او بالاي اي، مش لازم واي. هي المفروض تكتب كده، بس انت بتكتبيها ايه حسب ما انت بتكتبيها؟ بتكتبيها ايه، جي او دي واي؟ اه هو ممكن جي او دي واي او ممكن جي او دي اي اي، ده ماشي. هو الاسماء كل واحد بيكتبها بطريقته، يعني انا مثلا عاطف انا بكتبها اي تي اي اف، في ناس اي اف، في ناس بيكتبوها اي تي اي اف، في ناس بيكتبوها كده اي تي اي اف، بس انا بحب اكتبها بالاي يعني، فاهمه كده يعني؟ اصل الاسماء الاسماء ممكن نكتبها باي طريقه. بص بقى يا ست، هدي لك انا بقى، بص يا جودي هدي لك هوم ورك على دول تعملهم لي، بس ايه بقى، بس ممكن بقى مش لازم تعملها بالبلس، ممكن تعملهم لي على طول بقى ايه، طالما انت حافظ التايم تيبل كله. هدي لك هوم ورك على التايم تيبل كومبليت عادي، يعني تعملي 3 تايمز 5 ايكوال 15 على طول، مش لازم تعمليها 5 بلس 5 بلس 5. اوكي فهماني؟ اوكي. بصي هدي لك انا ايه عشان ايه نحفظ تايم تيبل. انت قلتي لي انت حافظه لحد تيبل 11 صح ولا لا؟ ماشي، ما انا بقول لك اهو. اوكي خلاص انا مصدقك. طيب ماشي مصدقني، حاسس انت بتشتغليني بس ماشي ماشي هيبان بشتغلك. طب بصي بقى. طيب ماشي، انت شطوره وعسوله. هكتب لك اهو، يلا عشان تكتب لي هكتب لك بقى مسائل بقى ايه، بصي اهو على التايم تيبل، بحيث ان احنا بس خدي بالك هو بلاش، ماشي هو بلاش ديفايدد، لان الديفايدد لا لا الديفايدد لسه هناخده، خدي بالك ده الديفايدد سهل قوي، بس لما نحفظ التايم تيبل سهل يعني. بص سهل بس انا لسه مش حافظاه منه شويه. انت عارفه انا هفهمك الديفايدد ايه، هو هديكي مثال ديفايدد برضه، ديفايدد سهل. بص هفهمك حاجه، مش انت حافظه 2 تايم 3 ايكوال 6؟ يس. حلو قوي، هنخلي بقى 6 تايم 3 ايكوال 2. لا بص هقول لك حاجه، لو انا عملت كده اهو 6 ديفايد 2، بصي تعملي ايه؟ ال 6 هتتعمل ديفايد 2 تديني مين؟ 3 3 تديني اللي ناقص. طب لو واحد قال 6 ديفايد 3، ال 6 ديفايد 3 تديني مين؟ 2 2، بس هي كده هو ده الديفايد. يعني هتعملي ال 6 اللي بره دي لو عملتيها ديفايد 3 يبقى الاجابه 2، تعملها ديفايد 2 يبقى الانسر 3. فهمت الفكره؟ فهمت الفكره ايه يا جودي؟ اه هو ده الديفايد. اديكي مثال عارف الهوم ورك برضه؟ ماشي اديني كتير. هو بس عايز يعني انا مثلا حافظ 3 تايمز 5 ايكوال 15 اهو، 3 تايمز 5 ايكوال 15. طيب مثلا لو جيت قلت لك 15 ديفايد 5 ايكوال وات؟ 15 ديفايد 5 ايكوال وات؟ 3. بس طب 15 ديفايد 3 ايكوال وات؟ 5. بس هو ده الديفايد. A piece of cake. سهل جدا. وانا كده انا عارفه بالظبط كده، ولا في اي هو عامل زي المالتبلاي. بس ان طبعا. شاء الله، ما عشان كده اللي حافظ التايم تيبل، اللي حافظ التايم تيبل انا هسيب لك الاكزامبل الاولاني دون، وعشان اما هدي لك في الهوم ورك بقى ايه تعرفت بيه، هحط لك بقى مثال ديفايد وتايمز وكده. انا هحط لك اهو 2 تايمز 5، مش لازم تنقلي، انا هصوره وابعته لك على الواتساب ماشي؟ بس انا بعرفك بس ايه اهو، وهديكي برضه ديفايد 10 ديفايد 2 اهو، وانا مراجع بقى هي 10 2 تايمز 1 2 تايمز 5 يبقى 10 ديفايد 2 ايكوال 5، بس سهل خالص اهو. لذلك كنت بقول لك اللي حافظ التايم تيبل هيلاقي الدنيا سهل. انت بقى ممكن تحلي الهوم ورك ده يا جودي وتبعته لي ان شاء الله على ايه، على الواتساب. ماشي ماشي، يعني حضرتك تبعتولي وانا اكتبه في الدفتر؟ انت هتحليه في الدفتر، تقومي تصوراه وتبعتولي على الواتساب وانا اصلحها، اشوف لو انت غلطانه في حاجه اقول لك المره الجايه انت غلطانه في كذا وكذا وكذا. تمام؟ ان شاء الله مش غلطانه. باذن الله يا حبيبي. انت شطور. ده بس انا بقى وانا بكتب بس هقرا لك الارقام عشان ايه؟ خدي بالك انا مش عامل لك بالترتيب، يعني عامل لك من كل التيبلز، من كل التيبلز. طب ما هو لازم ما يعملش بالترتيب، لازم تلخبطه. متلخبطه مش عاملهم كلهم مظبوطين. انا بحفظه متلخبط، بحفظه مترتب. ما هو ده الصح ان انا احفظه متلخبط. بصي حاطط لك ديفايد مع تايمز مع كده تشكيله يعني. دي مثلا 11 اهي مع
هعمل لك برضو ايه 4 multiply 5 بعد كده 25 divided 5 برضو هسأل نفسي 25 equal كام times كام 25 divided 8 5 equal ماشي حبيبي عايزه واحد بقى حافظ 24 times. يعني انا اسال نفسي 20 كانت 4 times what 20 equal 5 بس يبقى الانسر 5 كده يعني فهمت بقى 20 كانت 4 times 5 كده يعني مثلا حاجه زي كده اهو 8 divided 2 هسال نفسي ال 8 كانت 2 times what فاكره؟ ال 8 equal 16 تقريبا لا ال 8 كانت 2 times what 2 times 4 يبقى 8 divided yeah. بس كده ايوه اهو ماشي هصوره وابعته لك ده على الواتساب وانا بعت لك التايم تيبل برضه عشان تراجعيه تاني انا كاتبه باختصار شويه اوكي عادي ماشي اهو نيفر مايند ماشي جودي حضرتك ينفع بس تبعت في الاثنين لان مثلا في مامتي بتبقى مشغوله في واحد لا ما انا بعتهولك ما تقلقيش انت هتكتبيه تاني في الدفتر عندك وتحليه وتقومي مصوره الورقه وبعتها لي على الواتساب اوكي ماشي أوكي. عشان برضو هناخد فلوس عليه برضو يعني خلي بالك ده انا بنحل الهوم ورك الهوم ورك ب 10 دينار ماشي الهوم ورك ب 10 دينار كل حاجه كل حاجه كده لازم ناخد ثمن كل حاجه ماشي لا هي لا بالعكس احنا ماما بقى المفروض نجيب لها ايه هديه عيد الام فانا اجيب لها ايه يعني انا بدل ما اخد منها فلوس بقى المفروض نجيب لها هديه عيد الام ماشي طيب ماشي يا حبيبتي وانا ان شاء الله هبقى ارتب لك معاد تاني يا جودي وهبقى ابلغ ماما ماشي يا حبيبتي طيب ثانية واحدة لسه بس ثانية واحدة ها؟ ثانية واحدة بس ثانية واحدة ما انا بعتهم لك على الواتساب مش لازم تنقليهم ثانية واحدة مش قصدي على الواتساب وكده اه اتفضلي طب اتفضلي هكتبه بس في ثانية واحدة انت وصلت النمبر كام؟ انا ايه قصدك ايه؟ ما انا بعتهولك على الواتساب بدل ما تقوليه دلوقتي عشان انا عندي حصه دلوقتي فانت انقليه من على انقليه من على الواتساب عندك في الكراسه وحليه اوكي؟ ماشي يا جولي استني هكتب لك حاجه بس طب قولي يا حبيبتي بكتب لك في الشات ها؟ بعت ايه؟ اسالك انا عندي قناه على اليوتيوب ما انا ما هي انا القناه حاضر اكتبها لك نقطه القناه اصلا ملك نغم مشتركه فيها هي اسمها اهي بصي انا بنزل الحاجات دي والله يا جودي بس مني بخلص الساعه 6 الصبح ما بلحقش انزلهم بصراحه بس هنزلها ان شاء الله يعني اسمها بصي عاطف شوقي بان صوره برضو عاطف شوقي مات كتبتي الاسم هكتب لك بقى لايكات كتير وحاجات كتير فيها كل حاجه طب ماشي يا حبيبتي تعملي سبسكرايب بقى وتفعلي كده اصورها لك ولا انت عارفه الاسم؟ لا انا لا ثواني تتجاوب ايه مات بس خلاص الحمد لله بس هصوره لك تاني مع ورقه العمر اعمل لك بقى لايكات كتير وكومنتات كتير وحاجات كتير تعملي بقى سبسكرايب ولايك وتفعلي الجرس وكده اعمل لك كل حاجه بس يعني كل فيديو اعمل لك كل حاجه الفيديو ايه كل فيديو هعمل لك لايكات وكده شكرا يا حبيبتي شكرا ميرسي قوي يا حبيبتي يا شطوره يا عسوله طيب ماشي ماشي وهتلاقي فيها فيديوهات برضو بدي ناس تانية هتلاقي برضو فيديوهات تايم تيبل وهتلاقي حاجات كتيره فيها وفيها الكليات وفيها الثانوي وفيها الاعدادي وفيها كل حاجه لما تخش بقى هتلاقي فيديوهات كتير قوي فيها ماشي ان شاء الله يا حبيبتي ماشي ان شاء الله انا هقفل معاكي بقى عشان عندي حصه تانية يا جودي وان شاء الله انا هرتب ميعاد واقابل ماما المهم فهمتي الحمد لله يا جودي ايه المهم الحمد لله فهمتي الحمد لله فهمتي الحمد لله فهمت كله طيب يا حبيبتي طيب يا حبيبتي يلا سلام عليكم سلام عليكم